السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل لكم وصفة آه سهلة وخفيفة آه ودايما بنعملها في العزومات آه وخصوصا في رمضان هي الكوسة بالبشاميل هنعملها ان شاء الله بكل تكاتها وتفاصيلها وبطريقة بسيطة جدا تابعوني ان شاء الله من البداية عشان نعرف المقادير والمحتويات بتاعة الوصفة بتاعتنا في البداية عندي المحتويات اهي قدامي عندي حوالي كيلو كوسة اقطعها بالطول زي ما احنا شايفين كده علشان لما اجي اقطعها بعد ما تستوي تبقى طالعة خرط معايا في طبق التقديم وعندي كمان فلفل متقطع وجبنة موتزاريلا وبصل وطبعا ربع كيلو لحمة مفرومة زي ما احنا شايفين كده وطبعا جزر برده متقطع قطع صغيرة جداً طبعا الكوسه بتاعتي دي انا هحطها في حله واحط عليها نص كوبايه ميه واحطها على النار واغطي عليها مجرد ما تشم بخار الماء هشيلها على طول من على النار انا مش هقليها عشان ما تبقاش حاميه على الصدر هنبدا مع بعض دلوقتي نعصج اللحمه هنحط البصل في الزيت بتاعنا على النار زي ما احنا شايفين كده ومجرد ما البصل يصفر هنبدا نحط اللحمه بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهو البصل بتاعي بدا يصفر هبدا انزل باللحمه المفرومه وهقلبهم تقريبا كويسه مع بعض على النار بعد كده هبدا انزل بباقي المحتويات اللي معايا هنزل بالفلفل على اللحمة المفرومة برضو وبعد كده اجيب الجزر برضو طبعا كل الخضار اللي احنا بنحطه ده هيديني قيمة غذائية عالية جدا في صينية الكوسة بتاعتي لما تستوي ان شاء الله وهنقلب كل المحتويات دي مع بعض تقليبة كويسة ونسيبهم مع بعض يتعصجوا واللحمة تستوي براحتها على النار وبعد ما نقلبهم التقليبة دي هنبدأ نحط البهارات اللي معايا ونقلبهم كويس جدا مع بعض طبعا البهارات ملح فلفل كمون آه، نص معلقه قرفه وزعتر هي دو... الزعتر هيديني طعم حلو جدا لل... للحمه المفرومه اللي احنا بنعصبها دلوقتي وعلي ما اللحمه بتاعتنا تستوي هنبدا نعمل البشاميل مع بعض عندي حوالي آه، اربع معالق زيت علي النار انا هعمله بالزيت علشان برضو يبقي خفيف وهحط عليهم حوالي خمس معالق دقيق زي ما احنا شايفين كده وهنقلبهم كويس جدا مع بعض ويستحسن طبعا ان احنا نقلبهم بعد كده بالمضرب اليدوي علشان ما يخليش اي تكتلات في الدقيق بتاعي بعد كمان ما احط اللبن طبعا اللبن بتاعي هيكون دافئ هنبدا نحطه ونقلب تقليب مستمر زي ما احنا شايفين كده طبعا التقليب المستمر هيخلي ما فيش اي تكتلات في البشاميل بتاعي ونحط نص معلقه ملح ونص معلقه كمون وهنحط كمان نص مكعب مرق الدجاج هيديني طعم حلو جدا في البشاميل بتاعي وهنقلبهم كلهم مع بعض اول ما البشاميل بتاعي يبدا يتقل هشيله طبعا من على النار يبقى كده استوى معايا وخد القوام اللي انا عايزاه بعد كده هبدا اجيب الصينيه بتاعتي وهحط في الارضيه شويه بشاميل علشان يبقى البشاميل موجود في الكوسه من فوق ومن تحت زي ما احنا شايفين كده وطبعا طلعنا الكوسه من على النار خدت نص سوا بس هنبدا ان احنا نرصها في الصينيه بتاعتنا بالطريقه دي هنرصها طبعا هي بالطول هنرصها لحد ما تملالي الصينيه كلها وبعد ما خلصنا الرصه بتاعتنا هنبدا نجيب اللحمه المفرومه ونحطها في النص بالطريقه دي ونوزعها طبعا في الاطراف طبعا شايفين الالوان اللي في اللحمه شكلها جميل جدا وكمان مفيده ومغذيه جدا وهتدي طعم كمان حلو جدا للحمه المفرومه وبعد ما رصينا اللحمه زي ما احنا شايفين كده هنبدا نحط الجبنه الموزاريلا في النص برضو وبعد ما نحط الجبنة الموتزاريلا هنبدأ نجيب برضو مغرفتين بشاميل كده في النص ونبدأ نحطهم كل المحتويات اللي في النص دي هتديني طعم حلو جدا للكوسة وهتبقى حشوة حلوة وطعم جميل في الاخر يعني وبعد ما حطينا الحشوه بتاعتنا هنبدا نحط بقيه الكوسه بتاعتي هنرصها جنب بعضها زي ما احنا شايفين كده من على الوش وبعد ما رصينا الرصه بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين هنبدا نجيب بقيه البشاميل اللي بتاعنا واحطه على وش الكوسه بتاعتنا طبعا مش هبين الكوسه خالص علشان لما تدخل الفرن تاخد لون حلو من على الوش طبعا الفرن سخن من قبل كده علشان هي يعتبر كل حاجه فيها مستويه يا دوبك هتاخد الوش بتاعها يبقى كده خلاص استوت وهنحط من على الوش رشه جبنه موتزاريلا هتساعدني برضو انها تحمر بسرعه طبعا غير الطعام الحلو اللي هتدهوني كده الصينيه بتاعتي جاهزه ودي صينية الكوسة بعد ما طلعناها من الفرن ما شاء الله خدت وش ولون جميل من على الوش وطبعا كل حاجة من جوه مستوية الكوسة والبشاميل واللحمة المفرومة آه طريقة سهلة جدا والنتيجة تحفة جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا وطبعا لما نيجي نقطعها إن نحاول انها تهدى شوية وتبرد انا طبعا بقطعها عشان اوريها لكم في الفيديو نحاول انها تهدى شوية وتبرد علشان تطلع خرط زي ما لكم في الاول اهو زي ما احنا شايفين جربوا الطريقه ان شاء الله وهتلاقوا نتيجه حلوه جدا وبالهنا والشفا وده كان الفيديو بتاعي النهارده يا رب يكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل فيديو جديد واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي السلام عليكم